ده حوار تخيلي عجبني، لقيته ملى النت اليوم بعد رحيل دلال عبد العزيز أمس، وتعالوا نشوفه دلوقتي. فسمير أول ما شاف دلال قال لها: كل ده تأخير يا ست هانم، أو أنتوا كده يا ستات تقفوا قدام المراية بالشهر وتضيعوا أهم المواعيد. فدلال قالت له: سمير انت بتعمل ايه هنا؟ قال لها: جاي ازور واحد صاحب. بالذمة ده سؤال تسأليه؟ قالت له: انت جيت هنا امتى؟ انا كنت دايما بسألهم عليك وكانوا بيقولوا انك بخير. معقولة؟ وكنتي بتصدقيهم؟ قالت له: بصراحة لا، قلبي ما كانش مصدق، بس كنت بغصب نفسي اصدق، اصل الحياة كانت هتبقى وحشة قوي من غيرك. فسمير قال لها: تعرفي انك وحشتيني قوي. الله، انت حلوتي ليه كده؟ صحتك جت على الموت؟ فقالت له: موت؟ هو فين الموت ده؟ انا نمت صحيت لقيت نفسي هنا. فهو قال لها: اللي بيقولوا عليه تحت موت، تعالي كده افرجك حاجة. فقالت له: بالراحة يا سمير، ما تشدنيش كده، انا صحتي ما تستحملش. قال لها: صحة ايه؟ فوقي بقى، هنا مفيش تعب. انتي ما بصيتيش في مراية من ساعة ما جيتي؟ قالت له: طب عايز توريني ايه؟ قال لها: بصي الشباك ده كنت ببص منه عليكي وانتي في العناية المركزة، وكنت بدعي تجيلي هنا بسرعة. اخصى عليك يا سمير، بتدعي عليا اموت؟ ضحك سمير وقال لها: هتقولي برضو موت؟ يا بنتي خلاص، مفيش حاجة اسمها موت تاني. طب بصي كده، ايه ده؟ دول دنيا وامي يا حبايبي، دول البنات صعبانين عليا اوي يا سمير، وانا كمان صعبانين عليا، مش هما وبس، اي حد لسه مش فاهم برضه صعبان عليا. فقالت له: مش هيسمعونا للاسف، اول ما جيت هنا قعدت ازعق انادي عليكي وعلى البنات وعلى الناس اللي بتعيط عليا، كنت عايز اقول لهم بتعيطوا ليه؟ ده هنا أحسن من عندكم بكتير، بس محدش سمع صوتي. فقالت له دلال: يظهر إننا لازم نجرب الأول عشان نصدق. فقال لها: سيبك أنتي، أنا عايز أقولك حاجة مهمة. قالت له: قول. قال لها: أنا بحبك أوي، عمري ما هنسى إنك صممتي تتجوزيني رغم فرق السن الفظيع اللي بيني وبينك، ووقفتي جنبي طول حياتي وغيرتي فيا كل الصفات الوحشة، وما تستحمليش تعيشي تحت من غيري، خلاص مفيش فراق تاني. فقالت له: هتفضل تحبني لحد امتى؟ فقال لها: هفضل احبك طول عمري. فقالت له: طول عمرك؟ ما خلص عمري وعمرك. فقال لها: لا، احنا عمرنا ابتدى دلوقتي، الحمد لله على السلامة يا ديدي. ايه رأيكم في الحوار التخيلي ده؟ وتعالوا نشوف بقى لقطات من الجنازة بتاعتها النهاردة، الله يرحمه. كان في انهيار لآيتن عامر والفنانات في الجنازة اليوم. ادي آيتن عامر وهي منهارة من البكاء، زعلانة عليها طبعا، هي رحلت عن عمر 61 سنة إثر إصابتها بفيروس كورونا، الله يرحمها. وهنا بيقولوا لها مع السلامة. كان رامي رضوان وحسن الرداد كانوا شالوا النعش بتاعها وكانوا متأثرين جدا. أيضا كان في أشرف زكي قال كلمة عنها. وهنا هنشوف بكاء ليلى أحمد زاهر، بنت أحمد زاهر، وهنا الزاهد كانت بتواسيها. كل الناس كانت متأثرة برحيل دلال عبد العزيز، حتى واحد من بتوع الأمن اللي في عمارتها قال إن هي كانت بتنزل لهم فلوس، بتنزل لهم أكل كمان. ودي هنا هنا الزاهد بتواسي ليلى أحمد زاهر، بنت أحمد زاهر، كانت متأثرة جدا. وبتاع الأمن حتى قال كمان
حتى ودلال عبد العزيز كانت تعبانة في المستشفى، كانت إيمي سمير غانم بتقوم بالواجب دهوت، وما نسيتش برضو الناس البسيطة اللي هنا الزاهد، كل كان متأثر، أحمد فهمي. كله لابس الكمامات طبعا. اتنين من أحسن الفنانات، رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز، رحلوا بسبب هذا الفيروس. ربنا ينجي العالم كله منه. وادي هنا رامي رضوان وهو بيتلقى العزاء، هو وحسن الرداد. هما طبعا سمير غانم ودلال عبد العزيز ما خلفوش ولد، جمهورها وعشاقها وحبايبها. يعني اللي يقدروا يتكلموا عنها احسن مني مليون مره، لكن انا اتكلم عن انسانه، انسانه محبه للخير، محبه للجمال، محبه للحب، تحب الناس كلها. تلاقي تقرا خبر ان في واحد عيان، مش مهم الواحد ده مين، مش عليه تدور عليه، تروح له تكلمنا. ما سابتش مناسبه، ما سابتش حدث الا لما كانت اول واحده سباقه، اول واحده. يعني كانت يعني انا ما كنتش بقدر الحقها والله، اقسم بالله. فربنا يرحمها ويصبرنا جميعا ويصبر اسرتها، لان الحقيقه المصاب كبير يعني. وادي هنا حسن الرداد وعمر رضوان بيتلقوا العزاء، هم رجاله العيله دلوقتي. كتير من الفنانين جم عشان يعزوا. ودينا الشربيني كانت بتقرا القرآن أثناء دفن جثمان دلال عبد العزيز الله يرحمه. تقولي ايه الايمي والدنيا؟ ربنا يرضيك على قلبهم يا رب ويصبرهم، ربنا يصبرهم يا رب، ربنا يصبرهم يا رب بقول الله. أقيمت اليوم 8 أغسطس 2021 جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز زي ما احنا شايفين، وكانت جه الجثمان من المستشفى الشيخ زايد للمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس. وهدي رامي رضوان وحسن الرداد شايلين الجثمان، وسمير صبري وأحمد زاهر وابنتيه حضروا، والفنانة شيرين ممثلة حضرت كانت من أول الحاضرين، وأحمد السبكي، وفي ناس كتير طبعا حضرت. الفنانة دلال عبد العزيز توفيت عن 61 سنة بسبب كورونا. أدي هنا سمير صبري. أطيب قلب، بحس إنها أمي وأختي وعيلتي، ست إنسانة ملهاش مثيل الله يرحمها، وكفنانة كلهم عارفين قدراتها إيه. أحسن فيلم تحبوه لها إيه؟ أنا بحبها كإنسانة. عزيز الاثنين توفي بنفس الموضوع كورونا. هنا ميرفت أمين ونهال عنبر، هنشوفهم دلوقتي وهم داخلين يعزوا في الجنازة. هذه نهال عنبر وميرفت أمين. البطالي اللي ممكن نعرف منك آخر مكالمة بينك وبين الفنانة دلال كانت إيه؟ استاذه الهام بنقول لك النهارده البقاء لله، تقولي ايه النهارده؟ اقول طبعا يعني فقدان كبير جدا لفنانه لا ما تقدرش كبيره وانسانه عظيمه، صعب تكرارها يعني.
وصديقة طبعا غالية وعشت عمر كبيرة بالنسبة لي حالتها بنتي. كتبت فريدة سيف النصر: ليه ما بروحش جنازات أو مقابر؟ في حاجات لسه ما طبقناش والله سامح. 30 نهيا شرعيا للنساء: نهي المرأة عن وصل شعرها، وعن الوشم والفلج والنمص، وعن الخروج متطيبة، وعن إبداء الزينة أمام الرجال، وعن الامتناع عن فراش زوجها، وعن إذاعة أسرار الاستمتاع بين الزوجين، وعن صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، وعن كفران العشير، وعن الخلوة بأجنبي، وعن النظر للأجانب، وعن مصافحة الأجانب، وعن التشبه بالرجال، وعن أن تصف المرأة لزوجها، وعن النظر إلى عورة المرأة أو مباشرتها في الثوب الواحد، وعن السفر بغير محرم، وعن الخروج من منزلها لغير حاجة، وبقية الحاجات أهي قدامكم اقروها بقى أنتم. ومنها نهي المرأة عن اتباع الجنائز، وعن زيارة القبور وقطيعة الرحم، وإتيان الكهان والمنجمين، والحداد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها 10 أشهر و10 أيام.